الثروة الحيوانية من أهم الركائز الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في بناء اقتصادها، لذا فإن العناية بها من اهتمامات الحكومة وشركائها. وجاءت انطلاقة الحملة التطعيمية للمواشي لمقاطعة أسونغا، جاءت بمبادرة مشروع الإغاثة الإنسانية العاجلة وسط المجموعات الريفية الذي مولته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. رئيس قسم مقاطعة أسونغا بوزارة الثروة صالح عمر صالح قدم شكره لهذه البادرة من قبل الفاو ممثلة في وزارة الثروة. بدوره ممثل منظمة الفاو الدكتور عبد القادر أبو بكر قال إن هذا الدعم جاء تلبية لنداء رئيس الوزراء الذي أطلقه بعد النزوح واللجوء الكبير الذي شهده إقليم والداي. وهذه الأدوية وقاية من أمراض أمبردب وأبو تريدمة وغيرها، وأن المستوصف المتجول مزود بالأدوية التطعيمية لوقاية الثروة الحيوانية. أما مندوب وزارة الثروة الحيوانية والداي الدكتور آدم محمد صالح قال إن هذه المساعدات هي عبارة عن نتاج التعاون بين تشاد والفاو، وهذا التعاون يعزز الاقتصاد الوطني للبلاد باعتبار أن تشاد بلد رعوي بامتياز، وحماية مواشيها من أولويات الحكومة لضمان صحة الثروة الحيوانية، ودعا المواطنين إلى تطعيم مواشيهم. الأمين العام بمقاطعة أسونغا محمد عيسى عبد بكر في افتتاح لأعمال الحملة التطعيمية أشاد بجهود الدولة وشركائها لصالح المواطنين. رئيس الجمهورية هو بنفسه سوى جهد عشان الشيء ده يجي في الميدان. ده ندور منكم الشيء القاعد مثل ما جاكم هنا تتابعوا بمتابعة خاصة، وكل المال حقنا القاعدين في المنطقة بس ما أنا تلاقيه، لكن كل مال القاعدين في ديبارتمان أسونغا ده يلقوا تطعيم بصفة كاملة. وقد شمل التطعيم كل المواشي من الأبقار والأغنام والإبل، وتستمر الحملة التطعيمية لتشمل باقي أرجاء المقاطعة.